السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، أنا لو أخذت من مال شخص يعني، بس أعرف تماما إن هو لو أنا عرف إن أنا أخذت منه هو مش هيزعل. يعني سرقتيه؟ لا لا، مش سرق يعني، أخذت منه يعني. ما سرقة يعني؟ ولا أخذت على أي أساس يعني؟ كيف يعني؟ أنا عارفة إن هو مش يعني، أنا مثلا كيف أخذت منه؟ ما طريقة الأخذ؟ ما طريقة الأخذ التي أخذتيها؟ أخذت عادي، ما يعني ما يعني من أخذت سرا من ماله سرا كده؟ سرا، بس عارفة إن هو مش هيزعل، لكن أنا يعني عقد مصلحة ومش عايزاه يعرفها، بس هو حتى لو عرف هو مش هيزعل. أبوك يعني ولا أخوك ولا إيه؟ عمي يعني، لا إزاي؟ مبلغ كبير ولا حاجة يسيرة ولا إيه؟ يعني كبير شوية. لازم تستأذنيه، لازم تخبريه. الله يسلمك.